كشف الجاني محمد التيجاني. تيجاني. طيب الدكتور التيجاني يزعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أبو بكر وعمر أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلبوا على أعقابهم، وقالها في الهاتف لما اتصل. نعم هذا ما أقوله الآن. قلت هذا أنهم القرآن قال أنهم ارتدوا. هذا كتاب كل الحلول عند آل الرسول، نعمل دعاية للدكتور التيجاني. أحسنت. هذا كتاب كل الحلول عند آل الرسول. الدكتور التيجاني في صفحة 21 أو 21 يقول: يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة والجماعة أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر لقلت هنيئا، إن أبا بكر الصديق صحابي جليل وهو من السابقين الأولين إن لم يكن أولهم، وهو صاحب رسول الله في الهجرة، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار. نعم. وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين. هل كان تقرأ الخلف؟ ولا اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة. هل كان تقرأ النص كله؟ ولو وجدت أن فرقة من أهل السنة والجماعة تتعبد في تقليدها لمذهب ينسب إلى عمر بن الخطاب. نعم. لقلت هنيئا، إن سيدنا عمر صحابي جليل وهو الفاروق والذي يفرق بين الحق والباطل، وهو الذي أعز الله به الإسلام، وهو من السابقين الأولين، إضافة أنه الخليفة الراشد الثاني، إذا لاقتنعت واتبعت. وذكر مثل هذا الكلام. لماذا لم تذكر القصة من أولها؟ أقرأ كتابك كله؟ لا أعوذ بالله. طيب. أقرأ هذه القصة. إذن نعود. لا. تبين من هذا. ما توقف. لا. إذا هذا كذب. كذب. هذه محاضرة. ما في مشكلة. هذه محاضرة ألقيتها في سان فرانسيسكو. هذا كتاب. الدجال يا كذاب. هذا كتاب. هي انقطع على محاضرة. قلت أنا. تأدب في الكلام. أدب أنت شوي، ليش تكذب علي وأنا في وجهك؟ هذا كتابك. أقرأ كتابي من الأول، لا تقرأ غيره. أقرأ كل كتابك. أقرأ كل كتابك. طلع كتابك. طيب. بعد شوي. أنا عندي. هونها. طيب لا مشكلة. رجع لي بعد. طيب. المهم الآن. أيوة. لا مش المهم الآن. هذه محاضرة. الخميس. يقول فليقرأ. أنا جبت كتاب كل الحلول عند آل الرسول، جبته معي الليلة، ولنبدأ بالقراءة. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا العنوان، وهو العنوان الذي اخترته للمحاضرة التي ألقيتها في مسجد إخواني من أهل السنة والجماعة. اسمه مليح، إخواني من أهل السنة والجماعة، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنتين. الكتاب مؤلف عام 93، ومنذ سنتين معناها عام 90. منذ سنتين، وكان يومها جمع كبير من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، من الأفارقة والأتراك والأفغان والمصريين، حضروا تلك المحاضرة، وخرج أكثرهم مقتنعين بعد المناقشة الحرة الهادفة. اعترض عليه أحد المصريين الجامعيين والذي كان تخرج بشهادة الدكتوراه حديثا من خلال المناقشة، قال: كيف يكون ما عليه الشيعة هو الإسلام الحقيقي والمعروف هو العكس، وأن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية التي تمسكت بالقرآن والسنة معا وغيرهم من الفرق في الضلالة؟ وبكل هدوء أجبته قائلا ووجهت كلامي للجميع، هذا بعد المحاضرة خلال النقاش: يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني، هذا الكلام يستشهد به على أن التيجاني يتناقض في أقواله، يقول الصحابة ارتدوا أو انقلبوا وبعد يمدح فيهم، هذا أسمعوا النص مليح: يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة والجماعة أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر لقلت هنيئا، إن أبا بكر الصديق صحابي جليل. نعم، هذا عندما كنت سنين وأعتقد في اعتقاد رأس مالكيا في تونس. إذن لو وجدت، أنا عندما كنت أبحث، أنا أسألك أنت كمل أنت لأن كده حجة بينك وبين، وأنا نعم أنا عندما كنت أبحث هذا اعتقادي. هذا الكتاب آخر كتبك؟ هذا اعتقاد أنا نحكي على في المحاضرة، إيش قلت للناس؟ لو وجدت، أنا بحث، لو وجدت هذا الكلام مذهبه القديم. هذا الكلام مذهبه القديم. اسمع لما ترى فاهم، انا بس عشان اشرح. هو قال
قلت مع عودها ماذا قلت له؟ يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة والجماعة أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر لقلت هنيئا، إن أبا بكر الصديق صحابي جليل وهو من الصادقين الأولين إن لم يكن هو أولهم، وهو صاحب رسول الله في الهجرة، هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين، ولا اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة. طيب أوكي. لا خليني أكمل شو أوكي بالطبع نقرأ الأخير تحت، خلي نقرأ وبالمقابل اسمعني هذا، ولكنني لم أجد فرقة واحدة من أهل السنة والجماعة ولا من غيرها تدعي الانتساب لمذهب يرجع لأحد من الخلفاء الثلاثة أو لأحد من الصحابة. لا ما فهمتش. وبالمقابل وجدت فرقة وأشوف محلها، وجدت عند بحث فرقة واحدة تقلد في عباداتها مذهبا ينسب إلى علي بن أبي طالب، وهذه الفرقة هي الشيعة الإمامية. أما غيرهم فيقلدون أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهؤلاء مع اسمع مليح وهؤلاء لا خلاص 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 وقته خارج لسه، أنا مش حاسب وقت، أنا وقف الساعة، بس النقطة دي أريد أن أسألك فيها. اتفضل. اهلا وسهلا. ايوه ارجع شوف الوقت الاشياء اللي تقول هاني نسمع فيه هذا الوقت واقف. الوقت واقف اسمحوا لي في النقطه دي. مشكله في الاتجاه. انت لما قلت في حديثك لو وجدت اهل السنه متبعين واحد من الخلفاء الثلاثه فكان ممكن نتبعهم او نتبعهم لانه الثلاثه دي عندهم فضل سابقه، لكنني وجدت يتبعون اخرين غير الخلفاء الراشدين ووجدت اهل البيت يتبعون. اذا كنت تقدر تحطي على الفقره بس هذه ايوه مره في صعبه زدت ونقصت انا فهمت انت يا اخي. انا عارف انا عاوز بس الكلام. أنا أريد أن أعرف قولك في أبي بكر الصديق، هذا قولك في أبي بكر الصديق أنه صحابي جليل من السابقين الأولين إن لم يكن أولهم، وهو صاحب رسول الله في الهجرة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين، ولو أنه كان هو لصاحب المذهب اقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة. هل هذا قولك فيه أنا ذاك وغيرته الآن أم هو قولك فيه سابقا وحاضرا؟ لا قولي سابقا عندما كنت سنيا. أيوة. طيب. نحن علمونا في الفرع عندما كنا نقرأ أفضل الخلفاء على التحقيق سيدنا أبي بكر طيب. الصديق. سؤال ثاني. سمعني أبي كمل يا. سمعني أقول لك سؤال ثاني بس. سؤال ثاني بس لحظة. تفضل. هذا الكلام منشور في أي سنة؟ قلت في المحاضرة سنة 90 أو 91. هو الكتاب مطبوع عام 93 والمحاضرة قبل سنتين. إذا عام 91. أيه. سؤالي لك. نعم. كتاب ثم اهتديت صدرت أول طبعة منه متى؟ كتاب ثم اهتديت عام 86. كتاب ثم اهتديت عام 86. كتاب ثم اهتديت عام 86. إذا ثم اهتديت سابق. إذا انتقلت. سابق. وذكرت هذا في ثم اهتديت. شبيه بهذا. لا متفقين. يعني أقول لك حاجة بس. أنا أقول لك مقتضى شو؟ مقتضى معاني اللغة العربية التي تكتب بها والتي يقرأ بهذا النص يبين أن رأيك في أبي بكر وفي عمر الخطاب وفي عثمان حينما ألقيت المحاضرة أنت كل كلامك لم يكن جدالا حوله، قلت للحاضرين لو أن لديكم مذهبا ينسب إلى هؤلاء لاتبعتكم لكن لا يوجد، فرأيك فيهم رأيك في الخلفاء الثلاثة من مقتضى اللغة العربية يبين أنك أنت كنت ترى فيهم هذا الرأي وهذا متناقض. لا كتاب كتاباتي كلها معروفة. لكن الآن هنا هذا جواب على المصري الدكتور المصري الذي سألني وقال لي أنتم الشيعة الإمامية هي الفرقة الضالة. صح. فقلت له عندما بحثت وجدت وبحثت لو وجدت هذا لكنتم يتبعون. أنت قلت له كل أنتم تتبعوا في مذاهب أئمة تانين، لو اتبعت أبو بكر اللي هو رجل كويس بالمعنى المختصر، لو اتبعت عمر اللي هو الفاروق الذي يفرق بالحق والباطل، لو اتبعت عثمان اللي هو من الرأي الأول لكنت اتبعتكم، لكن أنتم متبعين جماعة تانين. لا مش بينما وجدت أهل البيت يتبعون النبي أو علي بن أبي طالب. فمقتضى حديثك أقول حاجة بس باللغة العربية هنا حتى كل الحق يعني إحقاق للحق. مقتضى حديثك أمران هذا الكلام بعد ثم اهتديت فقط. نعم. إما أن ما قلته في هؤلاء الخلفاء الثلاثة هو اعتقادك بعد ثم اهتديت. لا. أو أنك إذا قلته لهم آنذاك حتى المصري تجاريه و يعني ما تتجنب مصادمته. لا يعني نوع من التقييد. لا اله الا فهمتم اني عندما كنت ابحث ولذا قلت وجدت فرقة واحدة. دكتور ايه؟ انا الان اقول لك كلام واضح. لحظة خلينا نقرا بعد المحاضرة تتحرك كلام واضح. لا 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 لحظة انا ذكرت الكلام. نعم. انت قلت انت جاوبت المصري كده قلت يا اخواني هو والحاضرين. نعم. اقسم لكم صادقا. نعم. انني لو وجدت فرقة من اهل السنة. نعم. والجماعة. نعم. او من غيرها. نعم. تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر. نعم. لقلت هنيئا. أي. ليش لحظة بس
ليش خذ هنيان؟ لأن أبا بكر الصديق صحابي جليل، نعم، وهو من السابقين الأولين، نعم، إن لم يكن هو أولهم، نعم، وهو صاحب رسول الله في الهجرة، نعم، ثاني اثنين يدهما في الغار، نعم، وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين. في حديثك تقول له لكني هذه مشكلتي، مش مشكلتك في أنك غيرت رأيك في أبو بكر، مشكلتك معه أنك لم تجد فرقة واحدة تتبع واحد من هؤلاء الخلفاء اللي هو إما أبو بكر أو عمر أو عثمان، ووجدت فرقة أهل البيت يتبعون سيدنا علي. فإذا حبيت أقول لك أن رأيك في الخلفاء هنا هو غير رأيك فيهم دكتور في الكتب الثانية. لماذا لم ينبه في الكتاب إيه؟ أن هذه ترى محاضرة قديمة وكذا، وأنا رأيي الآن يختلف. أول ما بديتها محاضرة قلتها. لا قلت من جهة اللغة العربية. لا أيضا حتى هذه. لو قال كان قالها كذلك. لا يقول إنها كلها. بس حبيت أقول لك أنا. لا تهرب. أنا أول ما جاء الشيخ. اسكت. أول ما جاء الشيخ. أول ما جاء الشيخ عبد الرحمن دمشقية. أول ما جاء في كلامه. وأراد أن يدخل في كلام ثاني إلى آخره. أنا العشر دقائق الأولى من وقته أخذتها معه في مجادلة في أمره. فأنا حبيت أقول لك فقط إنه في هذا الكتاب يظهر من قولك في الخلفاء الثلاثة تضارب عن كتاب سبق أن نشرته في وقت أسبق وكان رأي مخالف، فينبغي أن تنتبه لأنه فيه شوية تضارب، ومع ذلك هذه الساعة الآن نرجع. تضارب. أيوة. نعم.